السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So guys, Basmad, and I'm back again with another interesting video. Alhamdulillah. So guys, mashallah, I am with four siblings, and alhamdulillah, they are family of the Quran. You know, they can recite the Quran so beautifully. So yeah, I'm going to listen to them recite now, inshallah, and we're going to enjoy that recitation. I promise you guys, you're going to enjoy this. Just listen to how they recite. Now let's meet them. Let's meet them. Now, alhamdulillah. So mashallah, we're going to meet them now. So this brother is my friend. He's a very good friend of mine. Let me say he's my best friend. Mashallah. This is Sheikh Abdul Azim. So but let us hear his name from his mouth too. What's your name? Yeah, I am Abdul Azim Sulaiman Giwa. Mashallah. And these are his siblings. Now your name? Hudhaifa. Sahla. Muqaffi. Mashallah. So we're going to listen to the recitation now, inshallah. So we're going to start with our sister here. Nam, let's go. Which side do you want to recite? Shu'ara. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Waja'alli lisana sidaqin fil akhirin. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. That's a beautiful recitation from Sister Sahla. May Allah reward abundantly. Now we want to move on to Brother Hudhaifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. That was a beautiful presentation from our Sheikh Rifa. ما شاء الله. So now we're going to my Ustaz Muqaffi. نعم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم ما شاء الله بارك الله فيك. And that was a good session for my brother, my Sheikh Muqaffi. I ask Allah to give him abundantly. You know, he has a unique station and also he has a unique name. MashaAllah. I know many of you have not heard that name Muqaffi before. This is the first person that is, you know, that is bearing that name. MashaAllah. So now, on to my friend, my Sheikh Abdul Azim. Akramak Allah. Al-Hafiz Abdul Azim Sulaiman. He's Al-Hafiz. MashaAllah. So let's listen to your station. So Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذوذان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين اللهم ارحمنا بالقرآن الحمد لله يا مين just listen to the beautiful station from my sheikh sheikh Abdul Azim and you know, that was beautiful and may Allah reward him abundantly amen Now, so before we end this video, I want to quickly ask my sheikh here to give us an advice, you know, on the Quran. Give us any advice on the Quran. Alhamdulillah, we thank Allah for this blessing of Islam and the blessing of the Quran. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants everyone watching this video this same blessing of the Quran. So the Quran... Generally, the study of the Quran involves a lot of things. But if you are talking about the memorization of the Quran, I feel it is one of the easiest and also the hardest part of it, because it is easy to memorize. Because Allah said it that وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ So it is very easy to digest, but the problem lies in the revision and repetition. And just like a scholar said, that فَلَا يُمِلَّنَّكَ مَا تَكَرَّرَ لَعَلَّهُ يَحْلُو إِذَا تَقَرَّرَ Like you should not get tired of something that repeats. Maybe it's going to get better if it sticks, like if it sticks. So one of the issues we have with memorization is the repetition and the revision. So if you can really repeat and make the muraja, it's going to make the hifz better and it's going to make it stick. Then another thing I'm going to indulge or ask for everyone that is memorizing the Quran is to renew their intention, because intention is the most important thing. So we should do it only because of Allah subhanahu wa ta'ala and nothing else. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, alhamdulillah, you know, our sheikh has, you know, really given us a very, very, you know, good advice. And I hope that everyone of us will, you know, adhere to his advice and, you know, stick to it. Because if you do so, your life, you know, will be better. And may Allah, you know, make it an hujjah for him and not an hujjah against him. And also an hujjah for everyone watching and not an hujjah against us. And also an hujjah for his siblings. Ameen. Alhamdulillah, ameen. Welcome to the end of today's video. And I hope you all have enjoyed it. And inshallah, we have more things coming up, inshallah. And yeah, don't forget to like, share and subscribe.